عليه وصحبه وسلم وبعد. مرحبا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة لمادتنا نظرية المعرفة، وأتمنى أن نكون قد استوعبنا في المحاضرتين السابقتين حول تعريفات نظرية المعرفة وحول المصطلحات الشائكة والملتبسة في المعرفة وحول النظرية وحول الشك وحول التصور، وكذلك أتمنى أن نكون قد بنينا تصورا حول نشأة نظرية المعرفة عند الفلاسفة الغربيين أو وكذلك الفلاسفة الإغريق أو اليونانيين، وكذلك نظرية المعرفة في التراث الإسلامي كيف نشأت وكيف تطورت. هذا ما قد أخذناه وفهمنا واستوعبناه بإذنه تعالى. فلذلك بناء على ما سبق نبني محاضرتنا الثالثة على ما قد سلف. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا لفهمنا لنظرية المعرفة، وعلاقة الإسلام بنظرية المعرفة، وعلاقة القرآن بنظرية المعرفة. فنظرية المعرفة إذا كانت فكرة أو إذا كانت تصورا غربيا أو يونانيا فلا بد لنا من دراسة هذا التصور وهذه النظرية والفكرة، لأنها متعلقة بالعلم، والعلم لا يحتكر على أمة من الأمم ولا على شعب من الشعوب، بل هي فكرة عامة كل من البناء العقلي لكل حضارة من الحضارات عنده تصور لهذه الفكرة. فما هو التصور الإسلامي النابع من القرآن الكريم في نظرية المعرفة؟ لعلنا في هذه المحاضرة نقف على هذه النقطة الجوهرية المهمة التي سندرك من خلالها التصور الإسلامي الصحيح لنظرية المعرفة، ونقول إننا على الرغم مما كتبه علماء الكلام وفلاسفة الإسلام كما طرحنا في المحاضرة السابقة، عندنا متكلمين، عندنا فلاسفة طرحوا كتبا ومقدمات حول نظرية المعرفة، فهل ما كتب هؤلاء هو نظرية المعرفة في القرآن الكريم؟ هل نستطيع أن نقول ذلك؟ هذا ما ستحاول هذه المحاضرة الإجابة عليه. هل هما شيء واحد؟ هل ما قدمه التراث الإسلامي حول نظرية المعرفة من خلال الفلاسفة والمتكلمين وغيره من العلماء والأصوليين هو نظرية المعرفة التي هي في القرآن الكريم؟ نقول لا نستطيع أن ندعي أن تلك اللمحات والتفصيلات يمكن أن تمثل النظرة القرآنية الدقيقة الصافية لنظرية المعرفة في القرآن. لا نستطيع أن نجزم أن كل ما هو موجود في التراث الإسلامي الذي تمثله النظرة القرآنية للأدوات المعرفية أو إلى نظرية المعرفة، لا نستطيع أن نقول أن الذي كتبه علماء الكلام والفلسفة هو الصورة الدقيقة الصافية التي الموجودة في القرآن الكريم. كما أخبرتكم أو تحدثت إليكم في المحاضرة السابقة بأن بعض الفلاسفة مثل كابن سينا حاول أن يوفق أو يلفق ما بين الفلسفة الإغريقية وما بين الفكر الإسلامي وبين نصوص الوحي. فلذلك هذا المزج كما أخبرته من الصعب أن نجذب طرفي نقيض إلى ساحة واحدة لنخرج بمفهوم نظرية المعرفة الإسلامية. فإذا القرآن الكريم نظرته إلى المعرفة وإلى نظرية المعرفة شيء، ونظرة التراث الإسلامي شيء آخر، ربما بينهما علاقة وهنالك، ولكن لا نستطيع أن نقول أن النظرة القرآنية هي نظرة العلماء. فنظرة العلماء هي اجتهادهم في محل النص، وهذا الاجتهاد ربما يكون مصيبا أو يكون مخطئا. فلذلك لا يمكن فهم التصور القرآني إلا من خلال القرآن الكريم نفسه،
والقرآن الكريم متجدد في عطائه من خلال العطاء للإنسان لفهم هذا الوجود ولفهم مدى استخلاف الإنسان في هذا الوجود. فنقول نعيد، يمكن أن تمثل النظرة القرآنية الدقيقة الصافية؟ نحن لا ندعي أن الفهم فهمنا أو فهم العلماء والمفكرين والفلاسفة يمكن أن يمثل النظرة القرآنية، لا يمكن أن يمثلها بصفائها بنقائها لنظرة المعرفة في القرآن، إذ أن النظرة القرآنية وركيزتها الوحيدة هي القرآن نفسه. لا يمكن فهم المعرفة إلا من خلال القرآن. إذا أردنا التصور الإسلامي أو التصور القرآني للمعرفة لا معبر عنها إلا القرآن نفسه. والقرآن الكريم ليس كتابا في الفلسفة. إذا قصدنا بالفلسفة هي مجموعة الأفكار النابعة من العقل والمتسلسلة وفق منهج معين. إذا قصدنا بالفلسفة بهذا المعنى هي الأفكار المتسلسلة النابعة وفق منهج معين النابعة من العقل، فالقرآن شيء آخر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذن هو ليس كتاب في الفلسفة، ليس كتابا فلسفيا. فغرضها تكوين نسق، الفلسفة غرضها تكوين نسق من المبادئ لتفسير طائفة من الظواهر الكونية، هذه هي الفلسفة. يعني لابد كذلك أن نفهم الفلسفة، لأن مادتنا مادة هي شيء ما متداخلة في أطر ومباحث الفلسفة. فالفلسفة هي مجموعة الأفكار النابعة من العقل، لذلك نقول هذا فيلسوف. إذن هذا رجل عنده قدرة أن ينتج أفكار متسلسلة منظمة وفق منهج معين. لماذا؟ غرضها تكوين نسق من المبادئ لتفسير طائفة من الظواهر الكونية. فالفلاسفة عندهم نظرة لهذا الكون للوجود، فهذه المنظومة من الأفكار العقلية تسمى الفلسفة وفق منهج معين، تسمى بالفلسفة. إذن فهنا القرآن شيء والفلسفة شيء آخر، ولا كتب نظريات في علم المنطق ولا في المعرفة، وليس كتاب القرآن الكريم ليس كتاب في علم المنطق ولا في المعرفة، وليس كتاب أبحاث ينفصل بعضها عن بعض في قوالب البحث النظري سواء في مجالات علمية أو عملية. هذه ضوابط التعامل، هذه المحاضرة ضوابط التعامل والفصل في التعامل مع هذه النظريات مع القرآن الكريم. إذن فالقرآن ليس كتاب أبحاث ينفصل بعضها عن بعض في قوالب البحث النظري سواء في مجال علمية أو عملية في مجالات العلوم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو النفس، وبذلك المفهوم التجريدي للنظر. ذلك لماذا؟ ما هو إذن القرآن الكريم؟ منهج رباني متكامل شامل، وهو نسيج واحد لا يفيه حقه وصفه نصفه بالنظرية. لا يمكن لنا أن نصف القرآن الكريم بالنظرية، فهو في حد ذاته ليس نظرية، في فن من الفنون، وهو يتجاوز البحث النظري إلى التطبيق الواقعي. القرآن الكريم ليس نظريات، بل يتجاوز قضية النظرية إلى التطبيق الواقعي في شمولية وتكامله. قال تعالى وهو كذلك وهو هدى ونور وشفاء للبشرية كي تستقيم على طاعة الله وعبادته. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن الكريم. لابد لنا أن نميز ما بين مباحث الفلسفة والنظريات والهرطقات وغيرها وما وبين القرآن الكريم.
وأن لا نسقط هذه النظريات على القرآن الكريم باجتهادنا العقلي واجتهادنا القاصر، ولكن فإن ما نقوم به في خلال هذه المحاضرات من خلال العلاقة ما بين نظرية المعرفة وما بين القرآن الكريم ليس تقييدا للمنهج الرباني. عندما نتعامل نقول أن هذه الصورة هو المنهج القرآني، لا 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 يستطيع مدرس المادة ولا أي مفكر كان علت مكانته أن يعبر بصورة دقيقة عن التصور القرآني لتصوره لنظرية المعرفة. إذن ليس تقييدا للمنهج الرباني، لا نستطيع أن نقيد ونضعه في حدود المنهج الرباني في مفهوم النظريات البشرية، ونستغفر الله من ذلك أن ندعي ذلك بعجزنا البشري وبإعجاز القرآن الرباني نستطيع أن نسمي ما نقوم به. إذن ماذا نحن نحاول أن نفهم من خلال القرآن الكريم بأدبنا وبضوابط التعامل مع القرآن الكريم؟ أن نسمي ما نقوم به من جهد في هذا البحث أنه منهج القرآن، منهج القرآن في التعامل مع المعرفة. فكتاب الله لا يخلق من كثرة الرد، وهو أعلى وأكبر من أن يتقيد بما نقوله. إذن ما يقوله أي مفكر مهما علت مكانته، ما يقوله ليس التعبير الدقيق والصحيح للمعرفة في القرآن الكريم. فلا يعبر عن المعرفة في القرآن الكريم إلا من خلال القرآن الكريم بآياته القرآنية. ونستطيع أن نضيف، فهو متجدد في عطائه. فإن مقصودنا الخاص بالنظرية في القرآن ليس إلا الاستجلاء، ليس إلا لاستجلاء النظرة القرآنية الصافية. نحاول أن نكشف ما في القرآن الكريم من محاولة الجمع لمادة القرآنية، نجمع الآيات التي تتحدث عن المعرفة وعن طرق المعرفة وتتحدث عن طريقة الاستدلال، نحاول أن نجمع هذه الآيات ونفهم من خلالها بفهمنا القاصر أن نفهم عن المعرفة في القرآن الكريم، أو نفهم العلاقة بين القرآن ونظرية المعرفة. هذه الآيات التي نجمعها المتعلقة بالعلم والمعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة في القرآن وبجهد بشري. إذن عندما نعطي أو يعطي أي واحد صورة عن نظرية المعرفة في القرآن الكريم فهو جهده البشري في فهمه لهذه النصوص لنظرية المعرفة، هو فهمه يصيب يخطئ فيه. ولكن لابد لنا أن نميز ما بين جهد الإنسان في الفهم نظرية المعرفة أو فهم المعرفة من خلال القرآن الكريم وما بين القرآن الكريم ذاته ونفسه. ومع ذلك فإن القرآن لا يمنع من أن نلتمس فيه المعرفة والتربية والتوجيه. هذه الضوابط وهذه الحدود في التعامل مع هذا النص المقدس، هذا لا يمنعنا أن نتلمس فيه المعرفة والتربية والتوجيه ليؤدي دوره في حياتنا مع حرصنا الشديد على المنهج السليم في التعامل مع القرآن الكريم في مثل هذه النظريات. لا نريد أن نكون كالمقلدين الذين يأتون بكل نظرية غربية فيسقطونها على القرآن الكريم ويخرجون بنتائج بمزيج ما بين هذه النظريات الغربية وما بين القرآن الكريم. لابد لنا أن نفصل، وهو أننا ننطلق من التصور القرآني، فهو نقطة المنطلق والأساس. كيف نأخذ المعرفة؟ كيف ننظر إلى المعرفة في القرآن الكريم؟ أولا ننطلق من التصور القرآني، فهو نقطة المنطلق والارتكاز. أنا أنطلق في فهمي للمعرفة من خلال القرآن الكريم، وهذا يعتبر أساس وضابط في التعامل مع القرآن الكريم انطلاقا إلى نظرية المعرفة فيه. وندخل إليه
بلا مقررات سابقة. كيف ندخل إليه؟ أن نتعامل مع آيات القرآن الكريم من غير رواسب الأفكار الغربية والفهم اليوناني وغيره، كما فعل بعض الفلاسفة الذين هضموا الفلسفة الإغريقية وتشبعت في أفكارهم، ثم حاولوا أن يوفقوا أو يلفقوا ما بين هذا الفهم الإسلام، ما بين القرآن الفهم، فهم القرآن وتصوره الصافي الصحيح، وبين الفلسفة الإغريقية التي هي مبنية على نظريات وأطر تختلف مع القرآن الكريم. إذن وندخل في التعامل مع القرآن الكريم بلا مقررات سابقة، ما يكون عندنا قرارات مسبقة نحكم من خلالها على القرآن الكريم، إنما منه نأخذ مقرراتنا ولا نحكم عليه بأفكار البشر، إنما إليه نحاكم أفكارنا. لا نخضع القرآن الكريم إلى فكر ديكارت كانت سقراط والأفلاطون، لا نخضع الآيات لأفكارهم وذبابهم، بل نخضع أفكارهم إلى التصور القرآني. فرق بين المنطق والنظرية العقلية الوضعية وبين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه الضوابط التي نتعامل معها في دراستنا لنظرية القرآن وتعاملنا مع المذاهب الأخرى في موضوع نظرية المعرفة، أتمنى أن نميز حتى لا نقع بما وقع به الكثيرين من المزج والخلط بين هذه القضايا. إذن فندخل إليه إلى القرآن الكريم بلا مقررات سابقة، إننا منه نأخذ مقرراتنا ولا نحكم عليه بأفكار البشر، إنما إليه نحاكم أفكارنا وننهج منهجه، وإلا فقدنا المهمة التي نريد في هذه المحاضرات. ونعتقد كذلك أنه بإمكاننا بعون الله من خلال فهمنا لهذه الأطر أن نجمع فنبني من القرآن نظرية في المعرفة. نأمل بجمعنا لهذه الآيات القرآنية، ويوجد الآن بدأت يعني حركة جديدة في المكتبة الإسلامية المعاصرة بإنتاج من خلال، أصبح يستخرج من خلال القرآن الكريم أفكار فهم بشري لنظرية المعرفة من خلال القرآن الكريم. إذن ونعتقد أنه بإمكاننا بعون الله تعالى أن نجمع فنبني من القرآن نظرية في المعرفة، نجعلها صلب جهدنا. لا نريد أن نكون عالة على الحضارات الأخرى، بل لابد أن ننطلق في معرفتنا لهذا الوجود من خلال القرآن الكريم ومحور تفكيرنا وحكمنا. إذن عندنا جانبين، إما أن أي فكرة غربية لا نطرقها ولا نبحث عنها في القرآن الكريم، وهذا لا يجوز، وإما أن نقحم هذه الأفكار الوضعية والفلسفية، نقحمها ونعطي مزيجا تلفيقيا من الأفكار ونقدمها للمسلمين أو للفكر الإسلامي، هذا ما يجوز. ولكن لابد لنا من هضم الفلسفات الأخرى وإتقان هذا الفهم، ثم نستطيع أن نؤصل لفهم نابع من أصول الإسلام من الوحيين من القرآن والسنة لفهم نظرية المعرفة وانطلاقا منها. ومحور تفكيرنا وحكمنا ومقياس نقدنا للنظريات الفلسفية، تصبح القرآن هو المقياس والمعيار الذي يقاس عليه في قبول النظريات أو رفضها، مع اعتقادنا أنه ليس كتابا للمقارنة. كذلك هو لا نقارن أدبا ومنهجا علميا، وإنما لنا فيه القدوة، لا نضعه مجالا للمقارنة فهو أعلى من ذلك، وإنما لنا فيه القدوة حيث كشف زيف الزائفين ورد كيدهم وبما يتصل بتوضيح منهجه. وإننا نعتقد كذلك
بتميز النظرة القرآنية في كل المسائل. إذن أنا كمفكر إسلامي إذا أردت أن أدرس نظرية المعرفة، لا أدرس أضع على الطاولة القرآن الكريم والنظريات الفلسفية الأخرى وأنظر إليها نظرة متساوية، بل أدخل إلى المنهج العلمي وأنا متيقن أن القرآن هو المنهج الصحيح الذي يقاس عليه. وإنا لنعتقد بتميز النظرة القرآنية في كل المسائل ودقيق وأنه نعم ودقيقة من دقائق نظرية المعرفة، مادة إن كانت مادة ومنهجا ومنبعا وطريقا وطبيعة ومقياسا وقيمة وحدودا. كما أننا نحرص إن شاء الله على محاولة الالتزام بالاصطلاحات القرآنية في التعبير عن الحقيقة، لا نريد كذلك أن ندخل في موضوع المصطلحات، أننا نستبدل المصطلحات القرآنية التي يعبر عنها في المعرفة فنستبدلها بالمصطلحات الغربية. لكن عندما ندرس هذه النظرية في بيئتها الغربية لابد لنا من استخدام المصطلحات الغربية. لكن إذا أردنا أن نعبر عن ذاتيتنا وتصورنا في نظرية المعرفة فلا بد لنا أن نعطي منهجا ومصطلحا إسلاميا نابعا من القرآن الكريم. كما أننا نحرص إن شاء الله على محاولة الالتزام بالاصطلاحات أو المصطلحات القرآنية في التعبير عن الحقيقة التي يتميز بها القرآن، وهو متميز في كل شيء بلا شك. وإننا لنستغفر الله سبحانه إذ إننا خالفنا أو أننا خالفنا هذا الشرط على أنفسنا فيما سبق أن أسميناه به في هذا المبحث نظرية المعرفة. إذن نحن لأننا ندخل في إطار الحديث عن الفلسفات والحديث عن القرآن الكريم، فنستغفر الله ابتداء أن تزل كلماتنا أو أن تزل تصوراتنا عن شيء يخالف منهج القرآن الكريم في تصوره للمعرفة. كما أننا نقصد كذلك من هذه الضوابط من نظرية المعرفة في القرآن الكريم ليس كما من المعلومات، ليس كما من المعلومات، لا نريد فقط المعلومات وأنواع العلوم التي أشار إليها القرآن الكريم، فذلك ليس داخلا في مجال هذه الدراسات. نحن لا نأتي والعلوم تحدث عن العلوم الأرضية والعلوم كذا، ليس هذا مجالنا، وإنما نشير إليه إنما هو منارات ضوئية كافية لدفع الإنسان للبحث وفتح بصيرته على آيات الله سبحانه في الآفاق والأنفس. إذن نحن ندرس التوجيهات والعطاء القرآني للإنسان للتفكر في هذا الوجود. هذه الآيات هي تصور وقواعد ينطلق المسلم من خلالها لفهم هذا الوجود، إذا أردنا أن نسميها تصور نظريات معرفية، أن النظرية قابلة للرد والقبول. نحن نقول أن القرآن ليس نظرية، القرآن كلام رب العالمين. إذن فالقرآن يعطينا إشارات وإلماعات وتوجيهات لفهمنا هذا الوجود بأدوات معرفية، هذا ما نصب إليه في معرفتنا للقرآن الكريم. ولعلنا قصدنا ببيان مرادنا من هذه الدراسة حتى لا تكون شبهة في أننا ممن هذه الدراسات ومثل هذه المواد، لا نريد أن تكون شبهة في أننا ممن يفتنون بالنظريات الفلسفية. ربما يتبادر إلى ذهن البعض أننا مفتونون بهذه النظريات ونحاول إسقاطها على القرآن الكريم ويهرعون إلى تطبيقها على الإسلام. نحن لسنا، إن كنت أنا وطلبتي الأعزاء، لسنا في دراستنا لهذه المادة من الذين يهرعون إلى الفلسفات الغربية ونطبقها كما هي بحذافيرها نسقطها على الإسلام، فتكون القوالب فلسفية والمادة كذلك لا صلة لها بالإسلام. نحن نريد أن نفصل ما بينها، نعطي هنا تصور شيء وهنا تصور، بينهما خيوط
لابد من إيضاح هذه الخيوط والتشابه. فالمعرفة الإنسانية واحدة، فالمعرفة عندنا جزء من الوجود، والوجود ثابت قابل أن نتوجه لمعرفته، والمعرفة هي أساس للدور الإنساني في الحياة. إذن القرآن الكريم أو فهمنا من خلال منهج القرآن وتصور القرآن للمعرفة مهم لإدراكنا لهذا الوجود، لإدراكنا لوجودنا في هذا الوجود كذلك، إذ هي قبل كل شيء معرفة الله تبارك وتعالى التي تنبثق منها معرفتنا للدين ودورنا في الحياة. فالمعرفة عندنا مسلمة تسلمنا أو تسليمنا بالوجود، يعني هي تجعل منا نستسلم أنه الوجود، ويكون مادة لبناء نظرية في المعرفة، وتكون مادة لبناء نظرية في المعرفة. هذه الآيات القرآنية الكريمة التي نجمعها لعلها تكون لنا مادة نبني من خلالها تصورنا الإسلامي عن المعرفة. كذلك لعلنا نؤطر ونأتي بأسس وضوابط القرآن في التعامل مع المعرفة. إذن تلك منهجيتنا في التعامل مع القرآن الكريم في نظرية المعرفة. هنا أسس وضوابط القرآن في التعامل مع المعرفة. نقول يحتوي القرآن على أسس واضحة في طرق المعرفة. يقول تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هنا هذه طرق وأدوات المعرفة التي بيّنها لنا القرآن الكريم. وجعل لكم السمع والأبصار، الإنسان من خلال السماع أداة للفهم والمعرفة ينوه عنها القرآن الكريم. إذن فالسماع أداة معرفية في القرآن الكريم، والأبصار كذلك، والأفئدة كذلك، هذا فهم جديد لابد من تعميقه. السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، هنالك لابد هذه الأدوات المعرفية من خلالها يتعرف الإنسان على الموجودات، فبالتالي يكون هنالك نتيجة وهي شكر الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف إذن؟ ما هي أدوات المعرفية؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. إذن الإنسان لا يوجد به معرفة، خلق على الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بعد ذلك وجعل الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان السمع وجعل البصر والأفئدة حتى يدرك المعلومات ويدرك الموجودات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أعطانا الله سبحانه وتعالى أدوات نمتلك من خلالها المعرفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمصدر هذه المعرفة أو منبعها هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاك إياها. هنا الفهم الإسلامي الجميل والرائع أن هذه الأدوات ليست هي المصدر الأساسي في المعرفة، فالمصدر الأساسي في المعرفة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أعطاك الأدوات المعرفية، فتنسب المعرفة إليها مجازا، ولكن على الحقيقة الذي يعطيك المعرفة هو الله سبحانه وتعالى. هذا التصور الإسلامي الصحيح، هذه نظرية المعرفة الإسلامية. ولكن نأتي إلى النظريات الفلسفية وغيرها، سنجد أن التصور قاصر إلى الأداة ذاتها. هذه الآيات القرآنية كم نستطيع من خلالها، كم تعطينا من تصور حول المعرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه المعرفة منبعها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان لا يعلم شيء، الله الذي أعلمه، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الأدوات التي من خلالها يكتسب المعرفة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن هذا أول أساس وأول إطار وأول قاعدة، أن المعرفة من الله سبحانه وتعالى. هذا نستطيع أن نؤصل لتصور إسلامي عن المعرفة أو عن نظرية المعرفة. ذكر القرآن الكريم كذلك من الإشارات، ذكر القرآن طرق المعرفة ووسائلها من حواس وعقل وقلب، وأضاف طريقا فريدا ليس في طريق البشر وهو طريق الوحي. إذن نستطيع أن نستلهم ونستخرج من القرآن الكريم طرق وأدوات معرفية كثيرة لم يستطع أن يصل إليها العقل البشري، تعرض لطبيعة المعرفة وأنها اكتسابية كلها. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. إذن المعرفة الموجودات اكتسابية، أنت تكتسبها بعد حين، ليست هي موجودة. كذلك وتعرض لصورة الاكتساب من تفكير وتذكير وفقه وشعور، وبين مجالات هذه المعرفة. بين القرآن الكريم المجال الطبيعي أو عالم الشهادة، هنالك أدوات معرفية من خلالها الإنسان يدرك الوجود، هنالك أشياء يدرك عالم الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا الغيب لابد له من أدوات حتى أدرك هذا الغيب أو أعرفه. ما هي هذه الأدوات؟ بينها القرآن الكريم. ويدرك أشياء تدرك بالحواس بالعقل، عالم الغيب يدرك بالوحي، والعقل يسلم بوجوده ويفهم وفق ما سمح الله له من طاقات وتفاصيل غيب لا نعلمه إلا بإعلام الله لنا عن طريق الوحي، كما جعلها أساسا لقيادة البشرية. المعرفة الله سبحانه وتعالى جعلها لنا المسلمون أساسا لقيادة البشرية والقيام بدور الخلافة في الأرض، وحمل أمانة الهداية والانتفاع مما في الكون مما سخره الله للإنسان. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. هذا التسخير محفز لمعرفة هذه الأشياء وطرق المعرفة التي تعرفنا بهذه الأشياء. فالقرآن دعوة لتحرير العقل الإنساني من أغلال التقليد والتبعية القائمة على أساس الوراثة فحسب، والتي عزلت العقل عن عمله والقلب عن فقهه. ومن ثم فهو يدعو الإنسان إلى التأمل والتفكر. هذه إطلالات المعرفة ونظرية المعرفة في القرآن الكريم. ويوجه نظره إلى الكون، الله سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا إلى الاستكشاف في هذا الكون، إلى إطلاق العنان، وإلى النفس، ويمدح المتفكرين والمتذكرين وأولي الألباب. هذه إشارات، قواعد، أصول ننطلق من خلالها للمعرفة. ويشنع على الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يتذكرون، ويصفهم بالعمى، بعمى البصيرة أو القلوب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذه آيات كلها تحفز الإنسان إلى الانطلاق في هذا الكون انطلاقة معرفية منهجية سليمة. وهكذا كذلك القرآن الكريم يجمع بين طرق المعرفة الرئيسية الثلاثة: الوحي، العقل، الحس. يقول هنالك
القرآن الكريم يميز بين الأدوات المعرفية التي يستطيع الإنسان أن يعرف من خلال الأشياء، كما جمع بين مجال المعرفة وهما مجال الوجود الدنيا الآخرة. القرآن يبين كل هذه القضايا أو عالم الشهادة أو عالم الغيب في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. إذن الوحي نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، النظر أدوات، ثم يتفكر هذا الإنسان. إذن القرآن الكريم في آياته القرآنية منجم من الأدوات المعرفية، منجم من التوجيه المعرفي، منجم بدراسة المعرفة ذاتها. فلا بد على المسلم أن ينطلق من القرآن الكريم في أساسه وتأسيسه لنظرية المعرفة أو للمعرفة بشكل عام. والقرآن يقرر نسبة المعرفة الإنسانية فيقول: وفوق كل ذي علم عليم. هذه ضوابط وأصول يضعها القرآن الكريم، ويجعل القرآن اليقين معياره في المعرفة، إنه لا يقبل للقضايا الشكية، بل لا يقبل الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كل هذه الأسس أيها الطلبة وطالبات الأعزاء يمكن أن تكون بناء لنظرية في المعرفة من حيث ماهيتها وإمكانها ومصادرها وطبيعتها وطرقها ومعيارها وقيمتها. إذن هذه الضوابط والأسس والإشارات والمنطلقات في القرآن الكريم هي التصور والمنهج الإسلامي الصحيح الذي ينطلق منه المفكر أو المسلم في تصوره لنظرية المعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أن نكون قد استوعبنا وأصبح عندنا تصور سليم وأصبح عندنا فهم بضوابطه الصحيحة في التعامل مع القرآن الكريم ونظرته إلى نظرية المعرفة. أقول هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.